السلام عليكم ورحمة الله. بيت بلا بنات كأرض بلا نبات، ولا يزال الرجل عقيما من الذرية حتى يوهب له بنت، فإن وهب له بنت فقد أنجب، وإلا بقي عقيما ولو كان له 100 من الولد. كان سيدنا رسول الله يقول: خيركم من بكر بأنثى، يعني من باكورة ذريته، بداية ذريته بنت. وفي رواية: خيركم من بشر بأنثى، الذي يقال له ولدت لك بنت فيفرح ويستبشر، أولئك هم الأخيار. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا بلغه أن أحد أصحابه ولدت له بنت يقول: أخبروه أن الأنبياء آباء بنات. كان سيدنا رسول الله يقول عن ابنته السيدة فاطمة: هي أمي بعد أمي، هي أم أبيها. الشخص الوحيد اللي ممكن يعوضك عن فراق أمك ابنتك. كان سيدنا رسول الله يقول عن ابنته السيدة فاطمة: هي قطعة مني، بضعة مني، يريبني ما يريبها، ويؤذيني ما يؤذيها. دخل سيدنا عمرو بن العاص على سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وعلى حجر معاوية بن أبي سفيان ابنته عائشة، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: من هذه يا معاوية؟ فقال معاوية: هذه تفاحة القلب. كان الحسن البصري يقول: ابنك ابنك حتى يتزوج، لما يتزوج ابنك تقول: يا ولدي أنا بخير. لا تشغل نفسك بحوائجي، اشغل نفسك بحوائجك وحوائج عيالك وأهل بيتك، أما أنا فبخير، لا ينقصني شيء. ابنك ابنك حتى يتزوج، وابنتك هي ابنتك ما بقيت، مدى الحياة. قال سيدنا رسول الله: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات من الأنس، فإنهن المؤنسات الغاليات. وقال صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله ببنت فأكرمها ولم يئدها، لم يدفنها حية كما كان يفعل أهل الجاهلية، من رزقه الله ببنت فأكرمها ولم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده الذكر عليها، لم يقدم ولده الذكر عليها، لم يفضل ولده الذكر عليها، من رزقه الله ببنت فأكرمها ولم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده الذكر عليها، كانت له حجابا من النار يوم القيامة. الله يبارك لك في مالك وآلك وعيالك يا من سوف تنشر هذا المقطع. إني أحبكم في الله، وإلى مقطع آخر إن شاء الله.